خلاص انا تقوم ديك شي كان واعر ديك المهم كنساعدو بس بالغرام زيرو زيرو ديما بغيت المقابلة هذه شيقة رغم بعض الأخطاء اللي داروا اللعابة ديالنا إن شاء الله طالع مالكري التعادل وأني توجو خفيق داكشي اللي داروا من الكوب دو موند فهمتيني كان قبل صافي شو صاحبي قبل كان داكشي مزيان دخلنا العائلات كيف ما كتشوف كيف ما كتشوف كيف ما كتشوف عامر التيرا كلشي هو هذاك ولكن ما بقاش يجي البيت اذا حاولنا سيبورتينا ولكن ما بقاش يجي البيت وديما مغرب وكنبقاو اوني توجور فيغ ديال المنتخب ديالنا والحمد لله كوب دافريك انا كنقول نديو ان شاء الله بعد داكشي دابا عندنا المورال طالع وكيف ما شتي اللعابه ديالنا راه دار اوروبا ليغ و تألقوا تألقوا في هذا المستوى ماتش اميكال هذا ماتش اميكال ما بيناش كلش ما بغيناش نبينوا التكتيك ديالنا فهمت ما بغيناش نبينوا التكتيك ديالنا ما دخلناش كاع اللعابه مثلا كيف ما شتي بونو نسالي تدخل شاد دوزيام ميتو تركب دافريك ان شاء الله وديو ان شاء الله وعندنا مستوى الحمد لله كنا تخي كرون بروبليم او نيفو دو لا لين اوفونسيف يا توجور با ديفيكاسيتي كاين لو بروبليم ديال لوموجينيتي دو جروب باسكو ليكيب اللي لعبات في لا كوب دو موند ماشي هي هادي كنشوفوا بان فاش كيكون غير واحد التغيير ولا جوج كيوقع واحد كيبقاش واحد الانسجام ما بين لي جوار باقي اون دو سو راترابي سا سي سور il faut mettre en tête que le jeu africain ماشي هو لو جو ديال لا كوب دو موند ماشي هما لي زيكيب اوروبيان لو جو افريكان كيتاك بالدرجه الاولى على لا فورس دونك فوالا باقي عندنا اون دو سو راترابي و دي ماتش كوم سا مزيانين بو موا باش نشوفوا لي زيغور اللي باش يشوف المانجر يشوف لي زيغور اللي عندنا ونقدروا نداركوهم هنا لقدام و il faut s'attendre justement à ان لي زيكيب افريكان الهدف الاول ديالهم دابا سي دو بات لو ماروك و سي سي با بات لو ماروك سي او موا غتخرج تعادل معاه بارابور هذا الماتش بارابور هذا الماتش صراحه كنا متوقعين انهم غادي تلعب اون ايكيب كلها ما غاديش تحل الماتش ما غاديش يكون محلول وهذا الشيء هذا غادي يتعاود ان شاء الله في لا كوب دافريك دونك حنا خصنا مازال دابا كيف ما قلت لك اونيفيكاسيتي او نيفو دو لا لين اوفونسيف هادشي اللي باقي ناقص ان شاء الله يكون خير سي ان ماتش اميكال دونك هذا الماتش هذا ما غاديش يكون ما يكونش معيار خصوصا ان اللاعبين في لا فان دو لا سيزون دونك كاين اللي عيان يعني كيميلا بزاف ديال الماتشات كاين اللي ما لعبش الماتشات هذا العام دونك هذا هو اللي دار الفرق ولكن تنظن هذا ماشي ماتش معياري جرب فيه بزاف ديال اللاعبين دونك جرب فيه بزاف ديال الخطط جرب فيه بزاف ديال هادي دونك ما تنحكموش في الماتشات لي ماتش اميكو النتيجة ضد هذا المنتخب راه منتخب تقني راه منتخب مزيان الناس دابا راه ما عارفينش هذا المنتخب المنتخب هذا راه تيلعب تأثرين بالكرة البرازيلية تيلعبوا كرة زوينة وشفناهم تقنيا مزيانين اذا ماتش انا بالنسبه لي ماتش اميكال مزيان الاختيار ديال المنتخب كاب فير كان اختيار مزيان ونتمنى لهم التوفيق في المباراه المقبله ان شاء الله مع المنتخبات الافريقيه بصح ما يمكنش غادي يلعبوا بنفس الطريقه اللي لعبوا بها في كاس العالم كانوا تيتسناو كانوا تيرياجيو يعني ما تيلعبوش ماشي في لاكسيون كانوا في لا رياكسيون يعني راجعين لورو تيتسناو دابا الفراقين اللي غادي يلعبوا معنا غادي هما غيتسناونا هاد الفرقه هادي ما كانش هذا هو الحال ديالها هاد الفرقه هادي راه كانت تلعب معنا الكره فرق اخرى راه ما غيلعبوش معنا الكره وتنظن ان عندنا الجوده ديال اللاعبين عندنا اللاعبين اللي يقدروا سميتو خصو اجوستي شي شويه الخطه ديالو ما غيلعبش بالطريقه اللي لعب بها في كاس العالم وعندنا الجوده تنظن في افريقيا راه حنا هما المنتخب رقم واحد من ناحيه اللاعبين من ناحيه كلش غادي نلقاو صعوبات طبيعة الحال نلقاو صعوبات ولكن قلت لك على الورق دابا الكره ما تتلعبش على الورق الكره تتلعب في التيران الطريقه باش غنلعبوا راه نقدروا نتقصاو في برومي تور هاد الهضره راه دير تقدر تخلع ولكن عندنا الجوده خصهم يلعبوا بعقلهم ويلعبوا برجليهم في التيران ما غاديش يقولوا راه حنايا مشينا درنا دومي فينال في كاس العالم ما تتعني حتى حاجه كما شفتوا المقابله كانت صعيبه شي شويه بالنسبه من ناحيه التكتيك ديالها وقال وشفنا لاعبين جداد لانهم قدموا العطاء مزيان وان شاء الله في الكوب دافريك الجايه ان شاء الله يقدروا يديروا شي حاجه مع الفرق الكبار
اللي غادي يكونوا في البارتيسيباسيون ديال لا كوب دافريك ديال اللي عندكم في الكوت ديفوار ان شاء الله. بارابور بلاد الماتش ديال الماتش اميكال كونتر كاب فيردي، هذا ماتش اللي ديال لافريك اللي غيكون بريباراسيون للكوب دافريك، والنيس نيج اللعبه جداد ياخذوا الريتم ديال لافريك باش يمشيو بعيد في المنتخب ان شاء الله ويجيبوا لنا لا كوب في 2023 ان شاء الله. بالنسبه للاباس كاينه، لاباس كاينه اللي كانوا محاولات، كانوا غير الحد اللي ما كانش موفقنا، كانوا محاولات بالنسبه للكوتي لا غوش ولا لا درواس ولا من الوسط، وان شاء الله كنتمنى ان شاء الله الركراكرا ان شاء الله مقايم بالمقابله وغادي ان شاء الله يقاد لينا فرقه ايكيب اللي تكون غاده مزيانه ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. بالنسبه للماتش فات في ظروف مزيانه، ظروف يعني اخويه، الحمد لله احنا فرحانين بالمنتخب ديالنا كيف ما كانت النتيجه. احنا الحمد لله الدراري يعني عارف انهم لا فان سيزون كانوا شويه عيانين، ولكن الحمد لله يعني راهم مستعدين واجدين الحمد لله، وكنشكر الجميع على هذا التنظيم هذا، فهادشي كيدل على ان المغرب مستعد انه يحتضن أعراس كروية صوب محلية أفريقية دولية، والحمد لله على كل حال. بالنسبة للنيفو كونتر منتخب أفريقي بارابور داكشي اللي دار في المونديال، واش عندنا فرقة اللي تقدر تنافس على لاكوب دافريك بارابور هذا الماتش هذا اللي شفتي اليوم؟ بيان سير اللعب كيختلف في كل بطولة واللعب ديالها، فأفريقيا راه واخا تجيب منتخب أرجنتين راه غيوحل هنايا مع الكرة الأفريقية، خاصة أنها كيكون تلاحمات كيكون واحد الضغط. ف المغرب ماشي اول مره يلعب كاس افريقيا، والحمد لله يعني احنا كنتفائلوا خير مع السير وليد الركراكي ان شاء الله نجيبوا نتيجه ايجابيه. شكرا. شفتي هذا الماتش ضد المنتخب الافريقي، واش كتظن وليد يقدر يصلح شي حاجه؟ احنا ماش نحكموا على المنتخب ديالنا بانه يعني 100% في هذا كيبقى لقاء ودي، وراه كيجرب اللعابه وهو تايق في اللعابه وعارف شنو كيدير، فمتاكد انهم مخبينا شي حاجه لعرس افريقيا ان شاء الله، وغندير ان شاء الله كاس افريقيا.